مساء الخير. طبعا افاتار وورلد منزلين تحديث فجأة كده، يعني قبل شوية قالوا لنا انه بكرة راح ينزل، فنحن عندنا نزل. فاذا ما انت مشترك بالقناة فاشترك بالقناة وخلينا نشوف التحديث هذا الجديد اللي في افاتار وورلد. طبعا زي ما انتم شايفين، شوفوا هنا في علامة صفراء يعني ملابس جديدة. هنا طبعا ما في شيء، لو كان في شيء كان حيحطوا لكم انه في حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فين حتكون الملابس؟ حتكون في المكان هذا اهو، حاطين علامة. نشوف يمكن في مكان ثاني كمان نفسي يحطوا في باربي وهذه الاماكن يحطوا فيها كمان ملابس. يلا، واكيد حتكون في اسرار حاسة كده شاكة في الامر هذا. فحنا راح نشوف الملابس اللي هنا موجودة وايش كمان، بس نشوف الملابس الموجودة. واو، شوفوا حلقة جديد. واو، طيب ما عليكم من الكركبة حقتي، مش لازم اعيد العالم ولا ايش؟ ماني شايفة شي مرة كثير يعني جديد، بس لبس واحد شكله الظاهر لازم اعيد العالم حتى اشوف ليه. معقولة بس لبس واحد وحلق هذا هو التحديث الجديد؟ والله تحديث يضحك، استغفر الله. فاذا انتوا تعرفوا في حاجة تانية قولوا لي، اذا عدتوا العالم ولا كذا لازم تعيد العالم، ما ادري. بس انا خايفة اني اعيد الصراحة، بصراحة خايفة اني اعيد العالم. فهذا هو التحديث حقهم، هذه القبعة وهذا اللبس. طبعا هذا هو بس، ما ادري. وهنا كمان شوف الشراب او الجورب وهذه الحلق، هذا هو تحديثهم فقط، هذه هي الاشياء اللي موجودة. فما ادري هل في اسرار او حاجة، ما ادري، ما في شيء هنا. هم وروا بس هذا اللبس اتوقع، كمان ما في شيء ثاني. بس والله هذا هو مقطعي، علينا ما نستكشف ونشوف. الصراحة ما بعيد العالم، بس دحين اتأكد لكم واشوف عند الاجانب اذا في حاجة تانية او لا، لان هنا في بيوتي كلها الاساسية اللي مصممتها، فمستحيل ان اعيد العالم في هذا الجوال، مستحيل. إذا انتوا شفتوا في حاجة تانية اكتبوا لي في التعليقات انه في اشياء تانية غير هذا اللبس. انا بس طلع لي هذا اللبس.